أن الله جل وعلا قادر بأمره أن يفتح لقلبك، وأن الله جل وعلا قادر وهو القدير جل جلاله أن ينير مصيرتك. خرج ابن الخطاب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ليذبح، خرج رضي الله عنه وأرضاه ليجز عنق أعظم شخصية شهدها التاريخ صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على النبي. ثم على خيله وضع اللثام على فمه، والله ما أخرج إلا العينان، عينان الأسد رضي الله عنه وأرضاه. والله ما يريد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا به يقطع شعاب مكة وجبال مكة وأودية مكة، والله ما ينظر إلا إلى رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بعمر يلاقي رجل، قال أين تريد؟ قال أريد محمد. قال أصبرت يا ابن الخطاب؟ إن الإسلام الذي تعلن له العدا بالليل والنهار لقد دخل بيتك. إن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقاتل أصحابها بالسر والجهاد والليل والنهار، والتي تعادي من دخل تلك الدائرة، والله لقد وصل إلى قعر دارك وأنت لا تشعر. ثم كأن الخبر ينزل صاعقة على ابن الخطاب، عمر يريد ومحمد يريد والصحابة يريدون وذلك الرجل يريد، والله العلي الحميد المجيد يفعل ما يريد، فلا إله إلا الله الفعال لما يريد. ثم ذهب إلى أخته فاطمة، فلما طرق الباب على أخته فاطمة وإذا بخباب بن الأرت وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم إن لم تخني الذاكرة قد اجتمعوا يقرأوا شيء من القرآن في بداية الدعوة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم. ثم طرق الباب ونظروا من ثقب الباب ورأوا إلى عمر، وعرفوا أن عمر والله ما طرق الباب يريد خير، لأنه كان أسدا في الإسلام وأسدا في الجاهلية وليثا هزبرا بطلا جبلا أشم من جبل قريش. والله ما يجالي ولا يبالي عمر أحد، ولا يتجرأ أن يقابل عمر أحد. والله لا يبالي ولا يجالي عمر إلا من ثكلته أمه وباع الدنيا، ذلك الرجل الذي على الخيل فتسير قدماه في الأرض. ثم يطرق الباب طرقة تلو الطرقة، وما علم عمر أن الله أراد له خيرا من فوق سبع أرقعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم إذا بعمر يطرق الباب فيدخل، فعرف أن أخته قد أسلمت. ثم ما كان منه إلا أن صفع فاطمة على وجهها حتى سال الدم من فمها رضي الله عنها وأرضاه. ثم إذا بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينظر إلى رقعة، كان القرآن ما بعد جمع، كان موزع في صدور الرجال وعلى الرقع والصحف، وكان موجود عند فلان وعلان، لم يجمع بعد. فنظر إلى تلك الرقعة البسيطة، فما قرأها حتى اغتسل. فلما أراد أن يأخذ ويقرأ ما في تلك الرقعة، رفضت أخته رضي الله عنها وأرضاها أن تسلم تلك الورقة حتى يغتسل. ثم ذهب فاغتسل، وقد وجد، وقد قيل أن ما كان مكتوبا في تلك الرقعة بداية سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. لكأني أنظر إلى قلب الفاروق يقرأ آية ثم ينزل الله عليه من نوره، لكأني أنظر إلى قلب الفاروق وقد محى الله ظلمات الكفر من صدره، يقرأ ويتدبر ويتمعن ويتلذذ. ثم إذا بالله يشرح الإيمان في صدره والنور في فؤاده رضي الله عنه وأرضاه. ثم أراد أن يعلن الإسلام، ركب خيله ثم ذهب إلى دار الأرقم من الأرقم،
في الأول ذهب إلى دار الأرقم للأرقم يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى دار الأرقم ابن الأرقم يريد أن يعلن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك رسول مرسل من لدن الله، وأن الله أرسلك بالحق، وأنك على الحق المبين، وأنك والله لست بساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا مجنون، إنما أنت رسول مرسل من لدن الله، أنزل الله عليك نوره وأيدك بتأييده ووفقك بتوفيقه ونصرك بقوته وأعانك جل وعلا بإعانته. والله يا محمد، والله ما هذا بكلام ساحر ولا كلام شاعر ولا كلام كاهن، والله تعجز العرب وآباء العرب وبلغاء العرب وأبناء العرب وفطاحلة العرب أن يأتوا ببعض آية بل يأتوا ببعض حرف، إنما هو معجزة أيدك الله بها جل وعلا لترغم بها أنوف كفار قريش. ثم طرق الباب على محمد عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم الأرقم. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلما طرق الباب وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب ذلك الرجل ينظر من ثقب الباب، وكانت الدعوة المحمدية ما زالت في رحم السر ما بعد ظهرت، ثم نظر قال يا رسول الله إنه عمر عند الباب. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخشى إلا الله ولا يتقي إلا الله ولا يتوكل على إلا على الله ولا يفوض أمره إلا لله ويعلم أن الأمر بيد الله وأنه ما من ضر إلا بأمر الله وما من نفع إلا بأمر الله، وأن عمر وألفا مع عمر بل ألف ألف مع عمر من إنس وجن وملك ومملوك لا يستطيع أن يضر بشرا إلا بأمر الله وتقدير الله وإرادة الله، فلا إله إلا الله جل الله. فلما طرق الباب دخل والصحابة كلهم، ماذا يريد عمر؟ لا شك أن عمر له هيبة ووجل في القلوب. ثم إذا بحمزة قال افتح الباب، افتح الباب لعمر، والله إن أراد خيرا أعطيناه وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. ثم دخل عمر بن الخطاب خطاه تضرب له خطوة تتلو خطوة وضربة تتلو ضربة وقدما يعلو قدم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام جالس وحمزة جالس وعمر يقدم والصحابة ينظرون والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر يتوكل على الله أن الله يشرح صدره وينير قلبه ويفتح على فؤاده وأن الله يعلي دينه بعمر وأن الله جل وعلا سينصر دينه بعمر وأن الله جل الله سيقوي نبيه بعمر، والله ما علم عمر أنه سيولد الآن وأن الله سيفتح على قلبه. ثم إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر لعمر نظرة الخائف له، نظرة الواثق بالله، المتوكل عليه، المحسن الظن به، أسلم يا ابن الخطاب، أسلم يا ابن الخطاب، أسلم يا ابن الخطاب، يجر ثوبه ويبلهن الدين في وجهه ويدعوه إلى الجنة، يدعوه إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى الطمأنينة، إلى الراحة، إلى لا إله إلا الله. ثم الصحابة ينظرون والنبي عليه الصلاة والسلام مسك بطرف ثوب عمر، أسلم يا ابن الخطاب، أسلم يا عمر، يا عمر أسلم. والصحابة ينظرون والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يصر على عمر، فجذب وجذب 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 حتى سقط، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ضرب بها جبال مكة وهز بها أودية مكة والصحابة يكبرون والنبي عليه الصلاة والسلام يستبشر يقول عبد الله بن
أول كلمة ماذا قال؟ توى ساقط في الأرض، توى يخلع ثياب الكفر. قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ما نعطي الدنيا في ديننا؟ مو على الحق؟ قال: بلى والله يا ابن الخطاب، إنا على الحق. قال: ما نعطي الدنيا في ديننا؟ اذهب فلنصلي في جوف الكعبة. ثم إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج الطابور الأول يقود حمزة، والطابور الثاني يقود عمر، يمرون على أودية مكة ليرغمون به كأنوف أبي جهل وأبي لهب وعبد الله وخلف بن أمية وما جاورهم وناصرهم من كفار قريش. يمر على كل وادي ليثبت لأهل مكة أنه لا إله إلا الله، وأنه محمد، أن محمدا هو رسول الله، وأنه لا يعبد إلا الله، ولا يلتجأ إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، وأنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يضر إلا الله، فلا إله إلا الله. ثم صلى في جوف مكة. والله ما جرى أحد من كفار قريش الذين كانوا يؤذون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما جرى واحد منهم أن يتعدى على عمر ومن كان معه، أو يتعدى على حمزة ومن كان معه. مر التاريخ ومرت الأيام والساعات تنقضي في حياة عمر. ثم إذا بذلك الرجل الذي أراد أن يقتل محمد عليه الصلاة والسلام يصبح الذي أراد أن ينتهي أو أن ينهي أمر محمد عليه الصلاة والسلام أصبح الوزير الثاني لرسول الله، بل أصبح أمير المؤمنين بعد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعمر، وصلى الله على محمد. ثم فتح بيت المقدس. ثم لما فتح بيت المقدس في خلافة عمر، ذهب عمر من المدينة إلى بيت المقدس ليصلي في المسجد الأقصى. فلما اجتمع الصحابة واجتمع المهاجرون والأنصار وأهل بيعة الرضوان واجتمع عمر، وجاء مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس من كل حدب وصوب ليصلوا في المسجد الأقصى، ثم قال عمر لبلال: يا بلال، ذكرنا بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أمير المؤمنين، علك أن تعذرني. ثم قال: يا بلال، ذكرنا بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ببلال رضي الله عنه وأرضاه يعلو على المنارة ليصدع بالتوحيد وبالرسالة والنبوة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم إذا بعمر يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبكي الثانية ثم يبكي الثالث ثم يبكي بلال، ثم يرتج المسجد الأقصى ببكاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.